لماذا يبتلي الله المؤمنين؟ واحد يقول طيب ليش احنا الشعوب الإسلامية كلها في بلاء؟ زين؟ لماذا يبتلي الله المؤمنين؟ هذا الإنسان غير المؤمن يعيش حياة سعيدة مرفهة، تتوفر له أسباب الخير، تتوفر له مجالات الخير، بينما هذا الإنسان المؤمن إما فقير، إما مريض، إما مبتلى، إما يعيش في خوف، إما يعيش في قلق. لماذا؟ لماذا يبتلي الله المؤمنين دون غيرهم؟ لماذا البلاء ينصب على المؤمنين دون غيرهم؟ انتبه لي إلى هذه النقطة. لا، ما عندنا بلاء يخص المؤمنين، البلاء عام. زين؟ البلاء عام في كل مكان. شلون؟ القرآن الكريم يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني مختلطة بين بويضة المرأة والحويمن المنوي للرجل، الأمشاج يعني المختلط. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج شنو؟ نبتليه. يعني أي إنسان سيقع معرض للبلاء، مستحيل مستحيل يوجد إنسان بدون بلاء، أي إنسان كان. حتى هذا الإنسان الذي تراه، تشوف بعض الناس ما شاء الله حياة سعيدة مرفه، لا، عنده نوع من البلاء. لا يوجد إنسان إلا ولديه نوع من البلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كل إنسان مبتلى بنوع من البلاء. البلاء لا يخص المؤمن، البلاء يشمل كل الشعوب، يشمل كل المجتمعات، إنما البلاءات تختلف. هذا مجتمع مبتلى بالفقر والمجاعة، هذا مجتمع مبتلى بالأمراض النفسية، هذا مجتمع مبتلى بالحروب، هذا مجتمع مبتلى بالجرائم. كل مجتمع فيه نوع من البلاء. لا ينجو مجتمع من نوع من البلاء. إذن ميزة المؤمن أنه استثمر البلاء لصالحه. البلاء على الجميع، لكن المؤمن هو من يستثمر البلاء لصالحه، هو من يستثمر البلاء لصالح سلوكه، هو من يستغل البلاء ليحوله إلى عنصر إيجابي. هذا ميزة المؤمن، وإلا الجميع مبتلى، كافر ومؤمن الجميع مبتلى. الكافر يصيبه اليأس ويصيبه الإحباط ويصيبه التشاؤم، وقد يتحول إلى نفسية منعزلة، وقد يتحول إلى نفسية انتقامية، لكن المؤمن هو الذي استغل البلاء وحوله إلى عنصر إيجابي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن حاولوا أن تستغلوا هذا البلاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك الذين استغلوا البلاء وحولوه إلى عنصر إيجابي، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. حول بلاءك إلى عنصر إيجابي، استثمر مرضك، فقرك، جوعك، خوفك، استثمره، حوله إلى عنصر إيجابي. حينئذ تكون فزت بالامتحان وتخرجت من الامتحان متفوقا متألقا
لأنك حولت البلاء إلى عنصر إيجابي. ثم يقول الرسول محمد أكثر الناس بلاء الأنبياء. في أعظم من الأنبياء؟ شنو؟ أحد ابتلي كما ابتلي نوح وأيوب؟ أكثر الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأوصياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. وورد عنه صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. يعني البلاء الذي حصلت عليه وأصابني ما أصاب نبيا آخر. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لكنه قابل البلاء بالاستغلال، بالروح الإيجابية، بالروح المنفتحة على الحياة، بالصبر، بقوة الإرادة. هذه الإرادة التي تجسدت في الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قال له رسول الله: يا أبا الحسن، كيف بك إذا قتلت في محرابك وخضبت شيبتك من دم راسك، أتصبر؟ قال: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، إن هذا من مواطن الشكر. أنا أعتبر هذا نعمة ولا أعتبره بلاء، أعتبره نعمة أشكر الله عليها.